خلينا كابتن احمد حسن رجع لنا مره ثانيه على التليفون. مره ثانيه برحب بيك كابتن احمد، والمهم بس يعني كنت بسالك او بطمن منك، المهم الظروف اللي انت بتمر بيها تكون خير، طمنا عليك. و لا الحمد لله كله جميل طبعا. طب الحمد انا لله. كفايه انا سمعت صوته وسمعت صوت كابتن احمد، من الناس القريبه قوي لقلبي ومن الناس اللي بحبها جدا طبعا وبحترمها، سواء فنيا او سواء ثقافه لعيب في الملعب وخارج الملعب بعد ما بطل، واتمنى له طبعا التوفيق لانه حد مجتهد وحد محترم جدا. بس ليه عنده عزومه برضه باكد تاني. انا عزمت انا مش عزمتك، قلت لك لازم تجي لي النادي. هو اساسا يعني كريم ولا نص نص؟ يعني نص نص. قول الصراحه، قول الصراحه. اقول لهم انت كنت بتعمل ايه في العيال استاكوزا؟ لا قول يا كابتن بقى، لا قول، انا بحب الحاجات دي. اقول لهم كنت بتعمل ايه في العيال، في جديد وفي صديق وفي عاشور؟ بص يا كابتن انا طبعا بكيت الاول كل سنه وانتم طيبين وعارفين مش ناس تزعل مننا. طبعا الفتره دي كانت فتره طبعا جميله الحمد لله، اللي يمكن كانت في ناس كتير ممكن تتخيل ان برغم ان احنا دايما بنتكلم على التركيز وان احنا حته الهزار دي بتبقى قليله، لكن كان الميزه ان كان كل لعيب ساعتها كان عارف اهميه النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي وقيمه جماهير النادي الاهلي، فكنا بنأدي في الملعب، فكان عندنا مساحه خارجيه شويه يعني. وكانت حته النتائج وحته تركيزنا في الملعب كانت يمكن هي دي اللي مدينا مساحه شويه، ان احنا ممكن بيبقى في حته فان خارجي شويه، بس برضه في حدود الالتزام وفي حدود الاحترام. وطبعا في مواقف كتير طبعا اتمنى طبعا احنا ما نخرجش من بعيد عن كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. ابو احمد عادل طبعا انا سعيد جدا ان انا سمعت صوتك. الناس برضه انا بكرر تاني من الناس اللي بحبها جدا والناس قريبه من قلبي جدا، واتمنى لك يا رب التوفيق يا رب ان شاء الله باذن الله في اللي جاي. اشكرك كابتن احمد. كابتن احمد كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب.